أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي قراراً وزارياً والخاص بلائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج الكويت، موضحاً أن صدور تلك اللائحة يأتي لضبط مخرجات جودة التعليم العالي وتنظيم أسس المعادلة للدرجات العلمية الصادرة من خارج الكويت. وأكد العازمي أن اللائحة وضعت الأسس العامة والشروط المطلوبة لمعادلة الدرجات العلمية والشروط الخاصة بالمؤسسات التعليمية المانحة لتلك الدرجات، مضيفا أن لائحة القرار حددت كذلك اختصاصات لجنة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية والغرض من معادلتها.